انا حلمي اللي يحكيوا عليه قبيله جيت اليوم باش نحكي على الاكسبيريونس بتاعي وكيفاش من حاجات صغار نجمت نحقق حاجه اللي حلمت بها. خذيت باك عماول بعد ما عودتها ولد عماول كنتش حاب القرايه اما قعدت وعاودت وخديت الباك جيت على حاجه بركه خاطر جيت بريود تغرمت بالسينما على الاخر دونك قلت بلي باش يصير باش نمشي ونقراها وباش نوصل نعرف وصلت هذايا اساسا فاميلي تصفيق عليهم ساعة اللي جاوني اليوم طالعين بعدي باهي نسيت شنو باش نحكي بالحق باهي باش نحكي على الاكسبيريونس نتاع سينما اماتور قبل كل شيء 2012 دخلت في الافتسيا كلوب حامنلف اي هاك تشوف باهي اول مره تشوف سين تخدش عليا من هنا في شيء شبيه الميكرو هكا 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 باه ما اخو واحد في الصون شحال تكون باه 2012 دخلت الكلوب حامنل في اف تي سي ا كلوب نتاع دي سينياست اماتور دخلت ماني فاهم شيء جوست واحد مغروم تلهاو بيا دي فورماسيون معناها طفل صغير في وسطهم و جاو لي زيكسبيريونس تاع لي تورناج تاع الافلام نلقى روحي مغروم اكثر بالتكنيك و توسكي كاميرا و كل شيء دونك تلهيت بهذاك الكلوب هذايا 2010 عنده اكسبيريونس تاع فيلم اسمها الجميله لجامات فيلم ما تكلف شيء تكلف حد شيء حد شيء بالحق معناها تكلف صفر فيلم خدمناه عباد حابين بعضنا حسبنا بعضنا اكثر من فاميليا دونك قمنا الخمسه متاع الصباح والاربعه متاع الصباح وجينا خدمنا لبعضنا ما عندنا حتى ربح من الحكايه صيف 2010 الفيلم هذا يتعدى في كان الفازة دي مش انا باش نحكيها جبت الغياليزاتور متاع الفيلم بيدو مصطفى ولهنا كانت حد تجيب حدايا ما تكسرش السالة بس يس انا جاي يخدم هذايا مصطفى ان جون رياليزاتور السنه يخدم اول فيلم ليه صار فيه برشا مغامرات يخرج السنه وبش يدور في اللي فيستيفال اللي نعرفهم الكل تصفيق عليه ميرسي شنو الفازه اللي تحب نحكيها لكم ساعه تحب تحكي الاربع ايام توقيت في الفازه هذوك صحيح البروجي بتاع الفيلم ما كنتش نستخايل معناها باش يكون بالصعوبه هذه في تونس خاطر نراو فيهم معناها في التلابس كيفاش يبداو يحكيو على قرا هذا نجربو بيه كلام فما كلام تاع التلابس نتاع نشجعوا المواهب نتاع الشباب نتاعنا باش يقوم بتصوير افلام وثائقيه وبرشا حكايات الميكرو قولوا قولوا لهنا باه واضح الساه سي بون يا مرحبا ودي بجيال راك ايه ما عنديش مع الميكروويف ما توا باه حاصيلو مشينا صدمنا على البروجي نتاعنا الفيلم هو يحكي على الاكتواليتي نتاعنا معناها الجهات في تونس والحكايه نتاع تمهنيش هذايا اللي برشا عباد ما همش فاهمينها وحابين نوضحوها لشبابنا باش نهار اخر كي يكونوا عرضه معناها للغسيل المخ ولا غسيل الدماغ ولا كيما تسميوه معناتها يكونوا عارفين شنو معناتها عندهم معناها عليه في مخاخهم فكره معناها ما يلعبوا لهمش بمخاخهم كيما مستنسين حاصيلو بدينا نصوروا الفيلم نتاعنا فيه برشا ارهاب وفيه برشا الحي وفيه برشا سلاح وفازت هكا حاصيلو من اول نهار تورناج درناهم مراكز تونس الكل بريسك اللي يتعدى علينا نلقانا نصوروا في فيلم قالوا رانا ثم جماعه مرتاحين وعندهم سلاح فكر البلاصه المهجوره
ويجي يصدم حاكم ونمشيو للمركز وسلفيات في المركز والبوليس اللي يجي تقعد تحكي له على سيناريو كامل متاع الفيلم. ما تخلينيش وحدي. راح باهي لحظة خلينا نضربو خاطر نجمو يروحو يفدو منا. اي باهي. الفيلم كيفاش خرج؟ خرج من روح صاحبنا اسكندر طفل محليها على الاخر كيما يقولو هما، قراي على روحه من العباد الذكيين برشا، ينجم يحكي عليه مصطفى اكثر. فجأة سيد ما عادش عندنا عليه حتى معلومة. حتى معلومة بالحق معناها. بعد مدة كبيرة نسمعوا اللي هو مات في سوريا. المشكلة انه الطفل هذا اخر انسان في الدنيا كنا نتصوره يكون في سوريا، معناها يمشي باش يجاهد. مع عمري ما كنت اتخيلها جملة. طفل كان جيني بون يعمل في حاجات ممنوعة صحيحة. مش لازم نحكي فيها تو. بالك بالك. اما معناتها سيتان جيني اون انفورماتيك، ينجم يعمل اي حاجه بالانفورماتيك الطفل هذا. وقت اللي مشى باش يعمل له ريورينتاسيون باش يقرا في الكمبيوتر داروا به جماع، مع انه عنده ظروف عائليه هو خاصه شويه، ما يتفهمش هو مرتبوه في الدار، ما يحبش يروح للدار. البيريود هذيك جاء واحد قال له علاش ما تقعدش تبت في الجامعه. حسيته. قالوا له تنجم تجي تبت في الجامع وصلي وسيب عليك من المثنيه اللي تمشي فيها، وبشويه بشويه دخلوا له المخ وبش يبطل القرايه. بطل القرايه على ظروف نتاع على اسباب نتاع اختلاط وحكايات هكا فارغه معناها. حصلوا بعد بيريود نسمع بسكندر في راهو سمعنا به في سوريا، سمعنا به يحضر في كهرباء تتفجر عن بعد وفازت هكا. حصلوا مداو معناتها يخدموا بيه طفل اصلا في سوريا، معناها يحبوا يقويه ولا قيادي معناتها العبيد حتى اللي شافوه هز دربوات ومعناتها هو ولا يحرك في الملعب يفازي به. كان بالحاسب باش نتذكروا برشا معناها هاي لا يرحقني به. احنا دورنا لهنا شنو كان؟ احنا ديجون معناها ما زلنا معناش بوفر كبير باش نجمو نبدلو برشا حاجات، ما قررنا باش نبدلو بالدومين نتاعنا معناها اللي هو السينما. الفيلم هذايا فيه دو بارتي، بارتي دوكيومونتيغ بارتي فيكسيون. بارتي دوكيومونتيغ باش تحكي على معارف تاع اسكندر الكل، بارتي فيكسيون باش نوصلو بها الميساج اللي راي العقلية الجهادية غلطة برشا معناها. سي بون الفيكسيون هي في العادة دوك في كي يبدا فيلم دوك فيكسيون يكون البارتي فيكسيون تحكي على اللي قاعد تحكيه في الدوكيومونتير معناها تجسيد للواقع. نحن في الفيلم نتاعنا خلقنا كونسيبت جديد نتاع دوك فيكسيون اللي هو الفيكسيون ينجم يلعب بها المخرج كيما يحب باش يوصل الفكره نتاعو معناها البوينت فيو نتاعو. الدوكيومونتير هو اللي يجستيفي الفيكسيون معناها هو فيكسيون اكثر من دوكيومونتير. يواجه خرجنا نهار الاول نصوروا عاديين على الاخر، قلت له اهلا مصطفى جاونا باهي معناها رانا باش نصوروا في الشارع وماك تعرف مشاكل وكل شيء. قال لي تهنى عندنا الرخص. تهنيت. وصلت العشرة متاع الليل حاجات تشعل من بعيد تن 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 جاو هزونا فهمنا شيء كان قروا احنا غادي. المشكلة اللي احنا كنا باش نسيبوا فيسع اما معنا واحد زيري في الخدمة ومعنا الحي وسلاح وتزيري ما عندوش وراق. بدات الاسئلة عادي. صلي؟ لا. تسكر؟ لا. يا دي كيفاش ما تجيش؟ بابا معايا نورمال نحكي له قدامه ونسلي ولا نذكر ولا ما تجيش. باهي حاسيلو. نورمال هكاك تصوروا في فيلم نورمال ما تجيوش تشاوروا. ما هو الفيلم يخدم مصلحة البلاد. انت عايش خويا ما تعرفها مصلحة البلاد. فسر لي. انت لعبوا ماتريال ما غادي عايش خويا. للاربعة متاع الليل حاجات ما نجموش نحكيهم. باهي مو غدوة كي يسيبونا الصباح قول انت عباد نورمال يشعبوا هذوما سي بون يسيبوا من عليهم شوفوا حاجة أخرى. سيبنا ما ساعتين تاع الصباح الأربعة تاع الصباح نصوروا في التجيئ. نزلوا السلاح نتاعنا ومشينا نصوروا. شيناهم عطيونا رخصة حبوا يمهطلونا برشا، راهو مانيش بنقعدوا نستناهم باش نخرجوا نخدموا خاطر أمنا فكرتنا وعندنا حكاية في راسنا لازمنا نوصلوها ولازم نوصلوها للناس الكل باش تشوفها. لوفخ هو راهو يحكم عليها الجمهور قبل كل شيء معناها مانيش بصور روحي. حسيت العشرة تاع الصباح. أنا من فوق نصور. وهما من اللوطة يمثلوا اللي عندهم الحي وسلاح. نورمال مو هكا الحكاية. اللوطة تصدم مقاومة الإرهاب. والفوق علي أنا وحدي معناها الباب. نعم مين جاء؟ باش طايش روحي من غادي. وأنا وقتها سلاح بيدي يخسيلوه سلاح بالرسمي معناها ديجا العباد. عنده سلاح ومش يسلم عليهم، تحب يضربوك في راسك ولا كيفاه؟
هي شغله كما تدري طيشناش عليهم كاميرا مشي تيريو الناس كل معناها ونتعديو المنطقه بالبحر خليها لك الحكايه ذي تعدينا المنطقه بالبحر ديجا حكيت لهم الحكايه نتاع السلفيات في المركز والبوليس اللي جاي تحكي لهم شنو انا مين وقت وين انت وقت معنا مش مش لا لحظه بركه معناها نحب نرجع لكم شويه نحكي على الكلوب نتاع سينياستا ماتور معناها شنو صوتي خايب والله هذاك عليه به باش نحكي على الاكسبيريونس نتاع السينما ماتور في تونس وفي كلوب حامنل اللي انا فيه بالاخص معناها الاستسيه اللي هي تتسمى لا فيديراسيون تونيزيان دي سينياست اماتور بدات الخدمه في تونس 64 تحلت الجامعه ذي وبدات تعمل في كلوبات في تونس الكل صفاقس حمنل زغوان وصلت توا ل 25 كلوب في تونس الكل به كلوب حمنل واحد من الكلوبات هذوكم بدا النشاط نتاعو عام 65 عملناو الاحتفال ب 50 سنه في قليبيا الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم اماتور اقليبيا كلوب حامنلف اللي هو معناها ما عادش يمثل حامنلف بركة ولا يمثل برشا بلايس معناها بريسك البونليو كل دي مومبر فيه معناها برشا عباد من برشا بلايس حتى من الدندان من مروج بختو اللي هو يعرفوا كلوب حامنلف ويجيو عام ناول كلوب حامنلف شارك بثلاثة افلام سيناريو ومجموعة متصاور كلوب حامنل في الخمسينيه نتاعو ياخذ دوزيام بري ناسيونال ثالثيام بري ناسيونال بري دو ميور سيناريو بري تاع قدماء الجامعه اللي عمري ما عرفت اسمها و بري دو فوتو كلوب حامنل في ياخذ 5 بري عام ناول في الافلام اللي خدمناهم الكل لوحدنا معناها انتاجنا الخاص ما تعبنا الكل خرجنا من رواحنا باش كتبنا وباش صلحنا لبعضنا وباش خرجنا صورنا اللي ما نجموش نسمع بعضنا به كمل وصلت اللي حبيت نحكي له هنا اللي احنا راو كانت عنا فكره معناها كيفنا كيما اي انسان راو باش يجيو حاجات يحب يعملهم في حياته ولا الفرق بيننا وبين العباد العاديين اللي احنا امنا برواحنا كملنا فكرتنا للاخر معناها تاخذ الخطوه الاولانيه معناها كي تجيك فكره تي تقوم بالفال الاولانيه تاهم بعد سهل ما تخممش لا كي زعما النجم نوصل زعما هذيك الكل خمم فيه اول حاجه قولها قول راني باش نوصل ما تسالش النجم ولا ما نجمش قول راني انا باش نوصل حطيت فكره باش نوصل لها دونك ضمن على البروجي بريسك معنا حتى شيء فيلم تاع مصطفى عندنا بواتي نيو ما غير اوبجيكتيف تاع كاميرا وعندنا موندارين واحده معناها تحرقت الليله الاولى سي بون معناها تقول انت لهنا عباد تقف احنا ليه ما وقفناش الضو صنعناه امبيب نورمال وبابي الومنيوم وصنعنا اوبجيكتيفات مشينا دبرنا معارف وكل شيء وخدمنا القدام توقفنا نهار الاول كملنا خدمنا توقفنا نهار ثاني خرجنا كملنا خدمنا معناها ولاو يحبوا يعطلونا ما عادش يحبونا نخلط على الوقت الفاكولتي ما عادش مستعرفه بينا باقي ما معناها امنا بفكرتنا باش نوصلوا بها للاخر معناها وطور الفيلم في المونتاج يخرج في السنة إن شاء الله وإن شاء الله أوبغ مزيانة برشا هذا كل بدأ من فكرة صغيرة رأو بدأ من قاعدين في قهوة إش قاولك معناها كتبنا وخرجنا ما هيش حاجة صعيبة جزت أمنوا برواحكم رأو كل واحد فيكم لهنا في السهلة هذه رأو نجم يوصل اللي يحب عليه معناها جزت يأمن بروحه ويقول راني باش نوصل تحية كبيرة بالله للإكيب اللي خدمت معانا منهم الغياليزاتريز الأسيستنت تاعي هي دليل والإكيب الكل اللي ما نجمتش تجي في الخدمة ميرسي العباد الكل وبون كوراج وبون شونس وخلي لكم لي كيستيون حبيت نقول لكم بون كوراج وبون شونس ويعطيكم الصحة في اللي تعملوا فيه الكل راهو احنا وقت اللي قاعدين نعملوا في الغيليون وجاي حلمي بحدينا الكل عملنا هكا راه بالحق ما عندكمش فكره قداش نعملوا فيه طياره على الاخر وقداش لي